هاي جايز، مع اليوم تاتيانا اديوكيشنال مانجر من لوريال، وبدنا نحكي عن الجديد من رينج هايلورون اكسبرت. هاي تاتيانا. هاي سارة. هاي ايفريون، كيفك؟ جود، انت؟ الحمد لله. انا اليوم شايفه شيء ما انا معوده عليه. انا كنت معوده على هول برودكت من عند لوريال، وهلا صار عندنا شيء جديد فيه مثل تاتش هيك جرين. اذا فيك تخبرينا اكثر. اكزاكتلي سارة، اصلا انا ام سو اكسايتد اباوت ات، لانه دائما كان عندنا مشكله اساسيه اللي هي الاشخاص اللي عندهم بشره دهنيه. هول الاشخاص عاده لما يكونوا بعمر ال 20 وطلوع، منبلش نعتل هم التجاعيد، ومنبلش نعتل هم انه القصص الانتياج. بس اكترية المستحضرات الانتياج بيكونوا كتير دسمين، وكتير الانجريدينت اللي بقلبهم فيهم ريسك انه يعملوا اكنيز او يعملوا البشرة تصير تزيد بعد اكتر. سو فاينلي انه اليوم عنا رينج رح تحل مشاكل التجاعيد، رح تغذي البشرة لانه فيها الهيالورونيك اسيد، بس بنفس الوقت فيها الاسيد ساليسيليك اللي هو معروف as a treatment للأكنز، وبيعدل الإفرازات الدهنية وبيشيل الالتهاب من البشرة، والتكتشر تبعه is really very light، وفيها oil control. يعني كل المشاكل اللي انت معقولة تعاني منهم as an oily skin رح نقدر نعالجهم بهيدا الرينج. at the same time نحن عم نحكي أنتياج. سو بعتقد هيدا شغلة كتير حلوة وكتير مهمة. طب هني كمان سوتبل للسنسيتيف سكين؟ يعني انا مثلا بشرتي اويلي وما بقدر اني استعمل ولا شيء خاصه بالانتياج من وراء انه دغري بحبب وجهي وهيك بصير عندي مثل يعني ما خلص ما بيرتاح ما بلايم، فهيدا شيء بيناسب؟ هلا هو الاسيد ساليسيليك الموجود بالرينج الجديد اللي هي بنشوف الفرق الاساسي بين الرينج اللي كانت موجودة قبل وهلا، انه فيها مثل جرين تاتش عليها ومكتوب عليها اصلا 8 اور شاين كنترول، هي دوره تعدل الافرازات الدهنيه ودوره اصلا انتي انفلاماتوار. يعني اذا اصلا في التهابات من وراء الاكنيز او الحبوب البوانوار خلينا نقول رح تخففهم. هلا كحساسيه هيدا غير موضوع. الحساسيه هي معقول يكون رياكشن على انجريدينت معين، هو اللي نحن ما فينا نعرف، لانه في اشخاص عندهم حساسيه على انجريدينت هن very safe هول الانجريدين، مثل الأشخاص اللي رح نقول عندهم حساسية على الستروبريز، إنه it doesn't mean ستروبري معقول يعمل حساسية لحيال حدا، بس في أشخاص معينة معقول يكون عندهم reaction. so هون you need to test. إذا أنت عندك skin تعمل allergy، هيدا it's a different story. طب يعني فينا نجربهم مثلا على رقبتنا قبل كأويل سكين إذا حدا sensitive؟ أكيد. أو أكيد. على إيدنا لحتى نكون عارفين حالنا أكتر. صح. طب كتكستشر يعني شو بيفرق هيدا الكريم عن هيدا الكريم؟ وإذا فينا نستعمل كمان السيروم هو ذاته اللي هو هيدا كمان بالروتين الجديد؟ صح. هلا هو أي روتين ببلش بالكلينزر، سو منغسل وجهنا بالأول مننظفه قبل ما نحط التريتمنت. سو إذا عنا أويلي سكين رح نستعمل اللي هو الغسول مختص بالأويلي سكين تيعدل الإفرازات الدهنية. منرجع as a step one دايما منستعمل السيرم، لأنه السيرم التكشر تبعه is liquid. so حتى لو أنت عندك oily skin أو dry skin ما رح يخلي إنه بشرتك تزيد، بالعكس فيه أسيد هيالورونيك رح يغذي ورح يعطي فوليوم. هلأ كستيب من بعد السيرم بالأويلي سكين في عنا الكريم اللي هو منستعمله day and night. وإذا بدك تشوف التكستشر له، لأنه it's really مثل الجيل كتير ناعم دغري بتشربه البشرة، و it's 8 hour oil control. عن جد مثل الجيل كتير خفيف كأنه يعني exactly. يعني قد ما فينا مثل المسام ما بيكونوا تقال عليهم الكريمز. طب ليش هون في تو كريمز بس بالجديده في بس كريم واحد؟ بالاساسيه او اللي نزلت قبل في داي كريم اللي هو عاده بنستعمله بنهار وفيه اس بي اف اللي بيحمي من اشعه الشمس، وبالليل في النايت كريم ماسك بيجي دسم اكثر غني اكثر للاشخاص اللي عندهم بشره ناشفه. اما الاشخاص اللي عندهم اويلي سكين هن منهم بحاجه اصلا لانجريدينت هالقد دسم نوريشينج، لانه هن اصلا الافرازات الدهنيه عندهم عاليه، هن بحاجه لكريم يعدل الافرازات الدهنيه ويعطي هايدريشن اكثر للبشره. so during the day انا اي ريكومند نحط اليوفي ديفندر اللي هو فيه شاين كنترول كمان اون توب تنحمي من اشعه الشمس، وات نايت بنستعمل الكريم اللي هو ذاته اللي بنستعمله داي اور نايت. اوكي، يعني انا اذا بدي اجربهم اول شيء بغسل وجهي الصبح، برجع بحط السيروم، بيرجع هيدا الكريم، وبيرجع اليوفي ديفندر سان سكرين.
during the day و during the night the same routine أكيد no need لنستعمل sunscreen. هلا هو الهايلورونيك أسيد بالعادة هو بيجي تقيل على البشرة الأويلي ولا لا؟ لا أبدا, هو is a moisturizer. So هو دوره هو أصلا موجود بالبشرة وعادة مع العمر أو عوامل وراثية, لأنه في أشخاص عمرهم كتير صغير بس ما عندهم نوعية منيحة من الأسيد الهايلورونيك موجود بالبشرة. So مع الوقت بتزول هيدا المادة وبصير في عنا تجاعيد بالبشرة. So هي دورة الأسيد الهايلورونيك يعوض الخسارة اللي نحنا أو to prevent كمان. اوكي, يعني هيدا الرينج مثل ما حكيت تاتيانا بيساعدنا انه يصير يعني نشيل التجاعيد او اذا بدكم نخفف من ظهورهم على بشرتنا بهيدا العمر. كلنا هيك يعني بال20s, فاكيد ما حدا بده انه يصير عنده تجاعيد ونفوت بالبوتوكس وهيك, فقدنا فينا بطريقه طبيعيه. صح, فهيدا الرينج من عند لوريال للاويلي سكن هو جديد. وتاتيانا خبرتنا كل شيء معلومات وانا تشرفت فيك كثير تاتيانا. انا كمان وميرسي كثير. ثانك يو ساره, ثانك يو ايفري ون. وانا كمان ناطره اشوف النتيجه على وجهك وتخبرينا. بدي استعملهم لانه بلش يطلع شوي هون تجاعيد, سو ايه نجربهم. تشاو, باي باي.